السلام عليكم، ارحب بكم من جديد في قناة فلاح الصغير. معكم اخوكم احمد صوفا، والرئيس احد ابرز الشباب او عناصر ديال مجموعة فريق عمل فلاح الصغير. اسبق لينا تكلمنا معكم على اساس غادي نقوموا بتركيب واحد المقطع بعد زراعة ديال هاد الضيعة، وصورنا القطعة وهي باقا قطعة حمراء فارغة، يعني كما نقول عزبة او فيرش. الان كتلاحظوا تبارك الله اصبحت في حله اخرى. الصديق الرئيس هو اللي شرف العمليه ديال التراصاج وغراسه بمعيه الشباب ديال فريق العمل. الرئيس غادي يتكلم لنا شويه على العمليه ديال الزراعه كامله، يعني المعايير ديال الغرس ديال الزيتون، العمليه الاسباس ما بين الشتله والشتله. تكلم لنا بشكل عام باش نقدروا نفيدوا الناس اللي متابعينا في القناه. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه فلاح صغير. العمل اللي خدمناه هنايا بالنسبه للاصناف ديال الزيتون، هو عندنا ثلاثه ديال الانواع. خدمنا على الكورونيكي والاربيكوين. هاد الضيعه اللي كتشوفوا فيها دابا قسمناها على جوج، درنا فيها النص كورونيكي والنص الاربيكوين. الحدود ما بين الشجره والشجره درنا واحد المترو ونص، بين الخط والخط في الكولوار درنا واحد المسافه ديال 4 متر. خدمنا بالكومبوست وطقنا التيو وطقمنا لي غوتور كيف ما كتشوفوا سيبورا، ودرنا ديك الرافيه باش نثبتوا الشجر في الاماكن ديالو. وهادشي اللي كاين، وشكرا والتفاصيل مع سي احمد. اييه شكرا الرئيس. بالنسبه للكومبوست، ذكرتي الكومبوست، شحال درتي من كيلو في الشجره والطريقه باش وضعتي الكومبوست؟ الكومبوست حيت عندنا البو ديال الشجره مازال شويه صغير، ماشي عنده ميكا كبيره، درنا واحد العبار ديال تقريبا 2.5 كيلو باش ما ياثرش على الجذور ديالها. وكتشوفوا الاجواء مازال حاره دابا وشويه الحراره، لهذا درنا ديك 2.5 كيلو، وخلينا واحد القياس غادي ملي يشد الشجر ندردروه فوق الشجره من الفوق، وباش داك الكوتور غادي يرش عليه الماء من الفوق وهذا وما يتاثرش لينا الشجر باش العمليه تتم بنجاح. شكرا. هاد الضيعه هذه دخلنا لها وهي مازال فيخش، قمنا بالحرس ديالها، قمنا بالتجهيز ديالها، طلقنا لها الكوتاكوت ديالها. نظام الري بالتلقيط، اعتمدنا واحد السيالات او الكوتور، واحد الكوتور اللي اوتوروغيلون كيضغط الماء وكيعطيه بالقياس للشتله. العمليه ديال التراصاج كيف ما تتشوفوا ها هي بيان اليني، يعني ما كاينش ديفو في الالينيومون، في الخط مسرح المستوين من اي ناحيه شفتو غادي تلقاو ان العمل ديال فريق عمل فلاح صغير هو عمل متقوم بطبيعه الحال. كيف ما قال الرئيس، كاين الاربيكوين والاربوزان، وفي الجانبات حطينا الاربوزانه، وفي الوسط حطينا الكورونيكي وحده الاربيكوين. كيف ما تتعرفوا ان الزيتون ما محتاجش البولينيزاسيون، ولكن مزيان يكون واحد الاختلاف ديال الاشجار متواجدين في نفس البقعه نفس الضيعه، باش اوكاو مثلا الا كان عندنا نقص في التلقيح تكون نجحوا العمليه برماتها. نخليكم مع بعض اللقطات من الضيعه، ومباشره بعد الزراعه ديالها بواحد الاسبوع غادي تشوفوا الشتله كيفاش ماشيه، ونتبعوا بيان سور مع الاخوه اللي زرعنا لهم واللي عاد باغيين يزرعوا يتواصلوا معنا. الاشجار المثمره، الزيتون، الحواميد، الخروب، الافوكادو الى اخره، جميع ما يخص الاشجار المثمره والتتبع ديالها. هنا زرعنا الاربوزانه متر و20 سنتيمتر ما بين الشتله والشتله كي تسد وفي نفس الوقت نستفيد منها. هنا 4 امتار في الكل وقت. ما بين الشتلة والشتلة متر ونصف.